ممكن يتساءل البعض شو دخل المواطن بفهم الموازنة العامة؟ أكيد دخلوا، لأنه المواطن بيساهم في الموازنة العامة وبيستفيد منها. الحقيقة سهل نفهم موازنة الدولة إذا تعرفنا على أهم المصطلحات المرتبطة فيها. خلينا نحكي بتفصيل أكثر. الحكومة حسب الدستور هي الجهة المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطن وتنفيذ الأولويات الوطنية مثل الدفاع والأمن والطاقة والأمن الغذائي وأمن المياه والخدمات التعليمية والصحية والنقل والتجارة والاستثمارات العالمية وغيرها. ولضمان تلبية جميع هذه الاحتياجات والمسؤوليات لازم تنفق الحكومة الأموال حسب قدراتها، وهاي بنسميها في الموازنة المصروفات أو النفقات. حتى تستطيع الحكومة تنفق على كل هاي الجوانب لازم يكون عندها مصادر ثابتة للدخل، وهذا الدخل في الموازنة بنسميه إيرادات. خلينا نعطي مثال. كل أسرة عشان تقدر تلبي احتياجاتها من سكن وغذاء وملابس وكهرباء وغيرها لازم يكون عندها مصدر للدخل اللي هو ممكن يكون الراتب، وهذا الراتب بتصرفه حتى تقدر تلبي احتياجاتها. خلينا نحكي أكثر عن الموازنة العامة للدولة. الموازنة بتنقسم لنفقات وإيرادات، والنفقات بتتكون من نفقات جارية أو نفقات رأسمالية. وبالنسبة للحكومة بتتضمن النفقات الجارية الرواتب والأجور وشبكة الأمان الاجتماعي الدعم وأجور المباني الحكومية والكهرباء والمياه، وجميعها تصرف لضمان عمل الدولة. وفي نوع ثاني من النفقات وهي النفقات الرأسمالية، وبتشمل الإنفاق على المشاريع الحكومية والاستثمارية وتحسين الخدمات للأردنيين. بس السؤال الأهم حالياً، من وين بتجيب الحكومة هاي الأموال وشو مصدرها؟ عشان الحكومة تكون قادرة على تغطية هاي النفقات والمصروفات لازم يكون عندها دخل زي أي عائلة عندها دخل، وهي بنسميها الإيرادات، وهي المبالغ اللي بتجيبها الحكومة من أكثر من مصدر. المصدر الأول الإيرادات المحلية مثل ضريبة الدخل على الأفراد والشركات وضريبة المبيعات والجمارك والرسوم والغرامات. أما المصدر الثاني للإيرادات هو المنح الخارجية من الدول. في حياتنا اليومية والعملية الشخص ممكن يحصل على إيراداته اللي هي دخله من راتب الوظيفة أو شغله أو ممتلكاته، ودائماً يحاول الشخص أنه يوازن بين دخله ونفقاته. بس مش دائماً هاي الخطة بتنجح. بيصير عنا وفر مالي في الموازنة في حال زادت الإيرادات عن النفقات، أما إذا كانت النفقات أعلى من الإيرادات فبيصير عنا عجز مالي. ما حدا بحب يوصل لمرحلة العجز، بس بالنسبة للحكومة مرات بيكون ضروري عشان تضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين أو عشان تحفز الاقتصاد خلال الأزمات. وفي هاي الحالة بتضطر الحكومة للاقتراض لسد العجز الحاصل، وعلى مر السنين بتتراكم المبالغ المقترضة وبتتحول لدين عام. وباختصار شديد، موازنة الدولة بتعتمد على الإيرادات والنفقات لتكون قادرة على تأمين أفضل المستويات من الخدمات لجميع المواطنين. هدفنا الوطني إنه نوصل لمرحلة نقدر نغطي فيها نفقاتنا الجارية من إيراداتنا المحلية، بمعنى آخر ما نضطر نستدين من الخارج حتى ننفق على أنفسنا. هل بنقدر نحقق هذا الهدف الوطني؟ متى وكيف؟ لنحقق هذا الهدف لازم نتعاون مع بعض ونأسس شراكة فعلية بين القطاع العام والقطاع الخاص والمواطن. وبعد ما تعرفنا على المصطلحات الرئيسية للموازنة، الفيديو القادم رح نحكي فيه أكثر عن أهداف الموازنة في الأردن ومنهجيتنا في العمل حتى تكون موجهة بالنتائج وبشكل مفصل وموسع.